إذا تكلمنا بالقسم الأول عن 3ds Max، بالقسم الثاني راح نيجي للفيري، نخصصه بالكامل للفيري. فيري هي امتداد لل 3ds Max، امتداد مهم جدا بعملية الإظهار. بالبداية في شوية أسئلة، كم هو مألوف لديك موضوع الدورة؟ والله ليس هناك معرفة مسبقة، بعض الألفة أو المعرفة المرتبطة ولا ارتياح أو اعتراف. سؤال ثاني، هل أنت تأخذ هذه الدورة من أجل اهتمام شخصي ولا أسباب احترافية؟ كمان هل أنت تتعلم من أجل هل أنت تتعلم من أجل تصبح أفضل في هواية حالية ولا استكشاف هواية جديدة ولا تحويل شغف شخصي باتجاه العمل التجاري ولا ليس مما سبق؟ كيف ستستخدم ما تتعلمه خلال هذه الدورة؟ مثلا بناء تطبيق، بداية عمل تجاري، الدخول في الصورة، تقليل التوتر إلى آخره. بالبداية شو راح نتعلم خلال الفيري؟ راح نتعلم كيفية تضبيط الكاميرا داخل المشهد، ثم بعد ذلك راح نتعلم كيفية عمل إضاءة بطريقة احترافية، وبعدين راح نشرح الماتيريال، المواد والخامات وطرق الدمج للحصول على نتائج واقعية، وبعدين بآخر شيء آخر جزء راح نتكلم عن البوست برودكشن وكيفية تضبيط المناظير داخل الفوتوشوب أو الفيري. اليوم الفيري النسخة الخامسة، فيري 5، يعني عم تعمل لي بوست برودكشن، فيها بوست برودكشن اوريدي طوروها الفيري 5. بالنسخة اللي قبل ما كان هذا الموضوع، اليوم مع الفيري 5، نسخة الفيري 5 أحدث إصدار من الفيري، فيها بوست برودكشن، فبالتالي بتوفر عليك موضوع الفوتوشوب. وإذا بدك تتعلم الفوتوشوب طرحت فيه دورة كاملة بقوائم التشغيل، تقدر ترجع لها مشروح موضوع الفوتوشوب بشكل مفصل. ماذا سوف تتعلم خلال هاي المقاطع الفيديو تبع الفيري؟ راح يتعلم الطالب كيفية عمل مناظير واقعية، راح تتمكن من عمل إضاءة احترافية، كمان راح تتمكن من معرفة خصائص الماتيريال مشان تحصل على نتيجة واقعية، وراح تتمكن من عمل بوست برودكشن لما بعد الرندر بطريقة سلسة واحترافية. سؤال، هل هناك أي متطلبات للدورة أو متطلبات سابقة؟ في اثنين، في عندك معرفة مسبقة بالماكس وبالفيري. ليش؟ لأنه هاي المقاطع مقاطع سريعة للفيري، شرح مكثف سريع بحيث أنه يعطيك نظرة شاملة للفيري. لمين تتوجه هاي الدورة؟ تتوجه للمصمم المعماري، مصمم الجرافيك إلى آخره. في عندي مكونات للقطة الواقعية بالفيري، إذا عندي الفيري مش كافي مشان تعطيك لقطة واقعية. الفيري بتكامل مع الفريديس ماكس اللي تكلمنا عنه سابقا، الفريمينج الموديلينج النمذجة تبع الفريديس ماكس. إذا مكونات اللقطة الواقعية هي خمس مكونات رئيسية مهمة جدا، ما تقدر تستغنى عن أي واحد منها، اللي هي الفريمينج النمذجة الموديلينج، اللايتينج بلس يعني توازن الإضاءات، هذا الشيء بالفيري، الماتيريالز المواد والخامات، كمان الريندرينج سيتاب يعني إعدادات الريندرينج، راح نتكلم عنها كل هاي المواضيع، والبوست برودكشن الإنتاج اللي آخر شيء النهائي. عن شو راح نتكلم خلال مقاطع الفيديو تبع الفيري؟ في عندي راح نتكلم عن إعدادات الريندر، راح نتكلم كمان عن سواء التست رندر او النورمال رندر، يعني تبع الرندر السريع او الرندر اللي للناتج النهائي. كمان راح نتكلم خلال هاي المقاطع عن شيء جديد بالفيري 5، وراح نتكلم عن اللي هي اللايتنج الاضاءات المختلفة بالفيري، وراح نتكلم كمان ايضا عن موضوع اللي هو
راح نتكلم كمان عن الكاميرا، اعدادات الكاميرا المختلفة، وراح نتكلم كمان عن الفيري كاميرا والفيري لايتنج، الاضاءات والكاميرا، وراح نيجي كمان لموضوع مهم اللي هو الفيري فريم بفر VFB مشان اعدادات الرندر، والبوست برودكشن كمان فيه الفيري فريم بفر، فيه البوست برودكشن بالفيري 5. كمان راح نتكلم عن مواضيع مهمة بالفيري اللي هي الماتيريالز والخامات المختلفة بالفيري، سواء كلر او ماب، او يعني من ماب او كلر، راح نيجي لها كلها بالتفصيل وخصائص الماتيريال والخامات كلها بشكل مفصل خلال هاي المقاطع الجاية. إذا هاي كانت شوية مقدمات سريعة عن الفيري وعن شو راح نتكلم خلال مقاطع فيديو الفيري اللي هي التكملة لل 3 دي ماكس اللي تكلمنا عنهم بالمقاطع الفيديو السابقة. بالفيديو الجاي راح نبدأ بإعدادات الرندرينج بالفيري.